انا في حدائق الكتبيه في جامعتنا صنع. احنا اليوم في هذا اللقاء على اساس المشكل اللي وقع لوكالة الاسفار الكبيره توماس كوك. الناس كلهم تيعرفوا واش اللي وقع في العالم، المخلفات ديالها، العواقب ديالها. حنا في الفندق الناس الزبناء ديال توماس كوك اللي كانوا عندنا كانوا متاثرين لواحد الدرجه كبيره، ما عارفين شويه امتى بيمشي، واش غادي يمشي، واش غيتاخذوا في الطيارات ديالهم، واش الاسفار ديالهم تخلصات ولا ما تخلصاتش. حنا الاداره مع الموظفين ديال الفندق كلهم داروا اللي عليهم باش تعاملوا معهم كزبناء عاديين كنفس الطريقه باش جاوا، يعني في اطار الاحترافيه والواجب اللي تيأديه ديال المهنه والحفاظ على هذه الخصوصيه ديال مراكش ديال الاستقبال وديال القرب من الزبناء. الاداره بدورها مشكوره هي وسمت عليها خدات الموقف بانه هاد الناس ما يتزاد عليهم حتى اي مصروف اي اضافه او زعما يشارجوا عليهم شي حاجه وسكون ابي لي بيناليتي. كل شيء تعاملوا بكل تلقائيه وكل طبيعيه واستافدوا من نفس الاشياء اللي حجزوها في الاول. ابراهيم نيت موسى مدير فندق حدائق الكتبيه. فعلا هذه الاشكاليه ديال توماس كوك هي اشكاليه وطنيه، اشكاليه ديال السياحه ديال الوطنيه، وفعلا غيكون شي تاثير ولكن تاثير نسبي، لان توماس كوك بالنسبه ليا كتريبريزونتي بريسك واحد 5500 نويتي 6000 وما يعادل 5000 مليون ديال الدرهم اذا نسيتو. ولكن الحمد لله كنطلب من كل المتدخلين باش نتحدوا في اليوم باش نعطي واحد الصوره للمغرب انه الزبناء اللي كاينين اليوم في الفنادق انه يمشيو على راحتهم وهذا، والتعليمات تعطى سمعتوا الاستقبالات انه يستقبل الزبناء ديال توماس كوك بحال ما كاين والو ويمشيو سميتو باش نعطيو واحد الصوره للمغرب ديالنا والسياحه ديالنا. هذا وكنطلب بها المتدخلين ديالنا في المغرب لا في مراكش لا في اكادير لا في كلشي باش يكونوا يبينوا سميتو المهنيه ديالهم شكرا جزيلا. والله احنا بالنسبه لتوماس كوك احنا بالنسبه لزباينها ما عندناش اي مشاكل معاها، طبعا لان الزباين ديت زباين الاوتيل، الاوتيل بتاعنا طبعا زي ما انتم عارفين اللي هو اوتيل فاميلي، فبعدين كل اللي موجودين هنا مجموعه اسر. طبعا المشاكل اللي هي مثلا اللي حصلت لتوماس كوك مشاكل خارجه عن اراده الزبائن اللي موجوده حاليا، واحنا تعاملنا معاهم بكل حكمه لان الزباين ديت ليس لها علاقه بشيء. احنا برضو وقفنا معاهم وساعدنا معاهم كل الطلبات اللي هم طلبوها كنا بننفذها لهم في الحال، والدليل برضو بعض الحوارات مع بعض الزباين هيقولوا نفس الكلام اللي انا بقوله.